بالنسبه لي كانت فتره كويسه. احرزت كم هدف خالد في الزمالك في حياتك كلها؟ في حياتي متهيألي 64 او 65. في اهداف كده طب قاعد بتفتكرها كده، اجمل اهدافك اللي انت بتقول الهدف ده يعني عالمي بالنسبه لي معلم معايا لحد دلوقتي؟ هو هدف المنتخب تشيلي. تشيلي، وفي السنه اللي فاتت وادي دجله في عبد المنصف، ده كان من احسن الاجوان ليا. وكمان يعني جول تشيلي ده كان كنت بتلعب في نجوم مع نجوم العالم، وفرقتك بقى يعني صلاح وجده وكابتن حسام غالي والناس دي كلها، واول ماتش ليا وانا جاي من الشرطه، فالطبيعي وتجيب جون، فالطبيعي ان ده يبقى اغلى هدف طبعا. كواليس